صحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث نقياس. الخدمة هي أساس الحياة وهي مصدر الرزق والقوت لأي إنسان يحب يعيش بكرامة بين الناس. والخدمة دعا ليها الدين متاعنا ووصى بها وخلاها في منزلة العبادة. وكل خدمة لا هي حرام ولا هي عيب مدام ولاها ماشي فيها بحلال ربي وساتر بيها روحه وعائلته. واللي يجري على رقمة الحلال ربي يعينه ويبارك له في خبزته. واللي دق الباب مرة وعشرين وما لقاش شكون يخدمه ما يهبطش يديه ويسعى ويلوج لين يلقى شكون يعرف قدره وقيمته. وتمثيلية اليوم على الخدمة، خلينا نتفرج عليها ونرجع نكمل حديثنا. قولي يا جندي هيك بالحق؟ اي يعطيك بالصحة. الو عسام، انا قريت الانونس بتاعك في الجريده وفي بالي مستحق جارديني. بون نقدم لك روحي بياجيست وماذا بيا نخدم عندك. يا مدام راني قاري وعندي ديبلوم في التزويق. انا يشرفني اني نخدم معاك. و بربي راني مستحق الخدمة هذه برشا وكان تحب نخدم لك باش ترى الحق. اوكي ميرسي، سامحني على القلق. سامحني نخدم عليك؟ ايه تفضل 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 تفضل. سامحني عاش ولدي. تفضل. أنا راني من غير ما نقصد سمعت الكلام اللي كنت تحكي فيه في التليفون. ما حتى مشكلة. نجم نحكي معاك؟ ما حتى مشكلة. أنت لشنو قاري؟ قصدي شنو الاختصاص بالضبط اللي قريته؟ قاري في سوسة تزويق حدائق. تزويق حدائق، يعطيك الصحة. بالحق أنت مستعد باش تخدم مشتر الحق؟ لا لا. علاه؟ أنا سمعتك تحكي مع صاحبك تقول له مستعد باش تخدم مشتر الحق. يا سيدي أنا في بالي باش تدبر الخدمة. بون أنت ماكش فاهم. أه؟ المدام اللي كنت نحكي معها أنا الجارديني بتاعها. حبيت نتأكد إسكو فرحانة بيا ولا. ما
بسم الله. صح صح. يا سيدي الشاب هذا طلع يخدم على روحه وكلم اللي مخدمته حتى يثبت ياشي راضي على خدمته. الضمير في الخدمة باهي، واللي حاسب روحه على اللي قاعد يخدم فيه يزيدوا في قيمته ووزنه بين الناس. والعمل أمانة في رقبة كل واحد فينا، لازم يؤديها ويقوم بيها بكل إتقان وبكل إخلاص، وشعوره وقتها ما يتقاسمش حتى بكنوز الدنيا وفلوس الناس. والبلاد هذه ما تجم تقوم وتتقدم ويكون لها قيمة بين البلدان والأمم كان بخدمة أولادها وإخلاصهم وتفانيهم في خدمتها. وماذا بينا كل واحد يهز التليفون ويكلم مش عارفه أما روحه ويسألها زعما قاعد نخدم كيما يلزم وإلا قاعد نكركر، زعما خدمتي قاعدة تقربني من ربي ومن الناس وإلا الضر فيا، زعما الفلوس اللي قاعد ناخو فيهم زعما بالحلال وإلا حرام عليا. راحت الضمير على الخدمة اللي تخدم فيها نعمة يعطيها ربي للي يسحقها وللي يخدم على روحه بقليب. واللي يحب يعرف ويتأكد ما عليه كان يقرأ في التاريخ وإلا يتأمل في الحاضر، توا يلقى أنه حضارة أي شعب ما تكون قوية وصحيحة ومتينة إلا بقدر حب الشعب متاعها لخدمته وإتقانه لصنعته. وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت لكل واحد يستحق لها. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية أخرى. ليلتكم زينة وتصبحوا على خير.